في ناس دخلت. صباح الخير. امبارح جات لي هديه جميله جدا جدا من مدرسه الجماليه للحفاظ على الحرف التقليديه. حبيت اشارككم الفرحه الحلوه دي او اللحظه الحلوه. كل انسان بيفرح بالهدايا الجميله اللي لها كمان مغزى جميل. فالهديه اللي وصلتني هي هديه من صلب الحرف اليدويه الجميله المصريه اللي بتميز هويتنا، زي ما حكيت لكم في الفيديو بتاع امبارح لما كنت في جوله حره في مدرسه الجماليه اللي عملها الطبيب المصري اللي عايش في كندا دكتور ابراهيم للحفاظ على الهويه دي. حول مصنع قديم للصابون، مصنع مهدم كان بتاع والده، حوله لمدرسه للحفاظ وتعليم الحرف اليدويه اللي هي دق على النحاس وعمل المشغولات اليدويه الجميله. طبعا انا هكتب عن المقال تفصيل، بس حبيت دلوقتي اوريكم الهديه الحلوه اللي وصلت كده. انا مش عارفه في حد سامع كلامي والصوت واضح، انا عشان مش مقله شويه في اللايفات، فمش شاطره قوي في اني اعمل ديتكشن يعني اذا كان في صوت كويس وكده. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في اللايفات، وكنت وعدتكم ان انا يعني هطلع ان شاء الله كل مره كل اسبوع تعويضا للصالون بتاعي المتوقف دلوقتي عشان كورونا، لكن هي مشاغل الحياه والكتب الجديده اللي بطلعها وكده هي اللي شغلاني عنكم. يعني هوريكم بقى الهديه الحلوه اللي وصلتني. بصوا هذا الجمال ده، طبعا يدوي، شغل يدوي، فضه وخشب. شوفوا الدقه والصنع، صدف. شوفوا الجمال، دي سلسله قد ايه حلوه. لسه بقى معاكم كمان حلق نفس التيمه، فضه ومشغوله، شغل يدوي. وانا شفتهم امبارح قد ايه دقتهم في صناعه هذا الفن الرفيع، تفاصيل دقيقه جدا. شوفوا من الصدف والفضه والخشب. وطبعا الحلق بيبقى بير تو بيسز. بص الجمال، يا رب يكون واضح في الفيديو جماله. وكمان رينج، خاتم، نفس الفكره والتيمه، فضه ومطعم بالصدف والخشب. قد ايه حلو، قد ايه حلو، قد ايه فيري فيري فاين. تخيلوا يعني مليمتر، يعني في قطع مليمتر. شوفوا بقى الدقه والعظمه الامامل، ده كمان على بومبي، يعني حاجه كيرف كده يظبطوا قد ايه حلو. ده طبعا بالاضافه للدرع الجميل اللي اخدته امبارح. قد ايه الواحد بيفرح لما بيلاقي يعني انه ابريشيتد، وتعبه مش بيروح في الارض، وتعبه مقدر من الناس. بشكركم ان انتم يعني شاركتوني اللحظه الحلوه دي، ودايما نلتقي يا رب على الفرح والسعاده واللحظات الجميله في حياتنا. شكرا لكم. فاطمه نعوض.